أدانت وزارة الخارجية المذبحة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح بقطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين المدنيين. كما أدانت مصر كافة المذابح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها مذبحة مخيم طول كرم بالضفة الغربية منذ أيام، فضلا عن المذابح الناجمة عن الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة في لبنان. وأكدت وزارة الخارجية على دعمها الكامل للمؤسسات الأممية التي تعمل في ظروف صعبة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال، مشددة على دورهما المحوري في دعم العمل الإنساني واستعادة الهدوء والاستقرار والأمن.